سعيد أشوفك مستعجل اليوم. هي بترخص من الدوام وبصير أوقع العقد مع الاستشاري اللي بيصمم البيت. ما شاء الله، وكيف عرفت عن هالاستشاري؟ والله يا أخوي شفت إعلانه وأسعاره وما بيشيل عني بيزات وايد، قلت بس هذا هو المطلوب. سعيد، اختيار الاستشاري المناسب للمشروع مهم وايد، لازم تكون خبرته الهندسية واسعة وسمعته طيبة. قول لي الحين، شفت شيء من أعمال الاستشاري اللي حصلته؟ سألت عنه وعن سمعته بالسوق؟ إذا بتختار الاستشاري الأرخص ممكن يلعوزك ويكلفك وايد بالموقع بعدين. إيه والله كلامك صحيح، ما شفت شيء ولا سألت حد، لكن يا أخوي كيف أحصل استشاري زين؟ أول شيء شوف أهلك وربعك اللي بنوا بيوت واسألهم عن تجربتهم، وممكن تشوف المواقع الموجودة الجريبة، وأهم شيء تطلع على قائمة الاستشاريين من بلدية دبي وعمل قائمة بأفضل الاستشاريين المناسبين لك. وكيف اختار أفضل واحد منهم؟ وفرت بلدية دبي تطبيق يوضح معلومات كل الاستشاريين والمقاولين في دبي، وتقدر تشوف كم مشروع رخص وكم مشروع أنجز، وبيعطيك تقييم لكل استشاري حسب أعماله في الميدان، تقدر من خلاله تعرف الاستشاري الزين. وبخبرك عن الاستشاري مالي، خوش ريال سمعته طيبة وخبرته واسعة، ويتابع المشروع أول بأول ويقدم لك النصيحة اللازمة بأمانة، وأزيدك بعد من هل البلاد. خلاص عيل، اليوم بشوف تقييمه وبزور مشاريعه، وإذا كانت ممتازة بتوكل على الله.